السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم وصفة لذيذة جدا كنحضروها لوجبة العشاء، خفيفة كتجي زوينة بزاف، اللي هي واحد النوع من العجائن اللي تاكلياتيل بالدجاج وبالفطر. إذا ندوزو نشوفو المقادير. غادي نحتاجو بصلة مقطعة على شكل طولي، غادي نحتاجو جدريسات ديال التومة مبشورين، عندي كمية من الفطر الطري او لا تقدروا تستعملوا المعلب، وعندي كميه من صدر الدجاج، كتبقى الكميه اختياريه على حسب عدد الاشخاص. عندي زيت الزيتون، فلفل اسود، وعندي ملح، وغنحتاج لي تاغلياتيل. راه متوفرين في المحلات التجاريه الكبرى، ولا ما لقيتوهمش عوضوهم باي نوع من العجائن اللي كتفضلوهم، غير هما بهادو كيجيو افضل. وغادي نحتاجو بارميزون، يعني واحد الجبن كيدار اختصاصي في لي بات، الا ما كانش تقدروا تعوضوه باي حاجه، والا ما كانش كاع بلاش منه. وغنحتاجو القشده طريه سائله. اول حاجه غادي ندير واحد الماء مملح، غنخليه حتى يغلى، وغادي ندير ديك لي تاغلياتيل يتسلقوا، وغادي ناخذ واحد الشوكه ونحاول نحلهم باش هكا يطيبوا لي، يعني غياخدو معايا تقريبا واحد 4 دقائق ماكسيموم، حتى 5 دقائق كافية باش انهم يطيبو. غادي نحيدهم من بعد ما يطيبو، غادي نخليهم على جنب، نصفيهم بطبيعة الحال ونخليهم على جنب، وندوز باش نوجد المكونات الاخرى. غادي نوضع واحد المقلاة فيها زيت الزيتون، غادي ندير عليها البصل والثوم، غادي نخليهم يتشحروا مزيان مع التحريك المستمر بطبيعه الحال حتى ياخذوا ديك اللون الذهبي. ومن بعد عاد غادي نضيف صدر الدجاج، وغادي نضيف الفطر. كيف قلت لكم الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. وبالنسبه للتوابل فغادي نضيف فقط فلفل اسود والملح، كيبقاو على حسب الذوق. انا غنضيف هنا فقط نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من الملح. اذا بالنسبه للمده ديال الطهي نخليهم من 10 حتى 15 دقيقه، فهي كافيه باش انهم يوجدوا. مره نبدا نحرك باش هكا ما تلصقليش البصله في المقله او لا اي حاجه. صدر الدجاج ما تياخذش وقت طويل، فقط من 10 حتى 15 دقيقه كافيه باش انه يوجد. صافي، هنا من بعد ما طاب لي الدجاج غادي نضيف القشده الطريه. بالنسبه للقشده الطريه، الا عندكم القشده الطريه السائله ضيفوا 20 سنتيلتر ديال القشده الطريه السائله، والا عندكم بحال هذه اللي دايره بحال كتكون عقده شي شويه، نضيف من 5 حتى 6 المعالق، فهي كافيه. وعلى حسابكم نتوما، الا بغيتوا لي بات يجيوكم يعني يجيكم سقيين بزاف بالكريمه ضيفوا اكثر، بغيتوا هاد تجي ما بين وبين، فقط 4 المعالق حتى 5 كافيين. صافي، هنا غادي نبدا نحرك مره حتى تبدا تغلى ليا ديك القشده وتزيد تعقد. ومن بعد غادي نضيف لي تاغلياتيل ونبدا نحرك بحال هكايا حتى تشرب لي مزيان وتنشف، ومن بعد غادي نحيدها من على النار وغادي نقدمها في طبق التقديم. وغادي ندير فوق منها البارميزون كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. ولا يا ما كانش ديروا اي نوع من الجبن، ما كانش فاغي بوحديتها كتجي لذيذه. كنتمنى الطبق اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. كنقول لكم بالصحه والراحه، الى اللقاء.